شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أريد أحبابي في الله في هذه الدقائق المعدودة أن أنادي نفسي وأنادي المشاهدين وأقول لهم: أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبيا، فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا، وحث السير للجنات سعيا، فكم من صائم قد غاب عنا، فهل من عبرة إن كنت حيا؟ تزود بالفضائل فاغتنمها، كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا. وقل يا رب، وقل يا رب ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مريا، ذنوبا كنت آتيها مريا.